سلاح المدفعية، لهيب المعارك، قوة النيران الرئيسية ذات القدرة عالية الدقة. تتقدم مجموعة من الهاوزرات والميلرز بمهمة تنفيذ التمهيد النيراني وإبادة القوة البشرية وإسكات مصادر نيران العدو. سلاح المشاة، سادة المعارك، التكوين الرئيسي للقوات البرية. تشق ساحة الاحتفال مجموعة من المركبات المدرعة ذات الجنزير من M113 وYBR بمهمة اقتحام الحد الأمامي للدفاعات وتدمير النقاط القوية والحصينة واستكمال باقي المهام. سلاح المدرعات، درع الوطن، شعارهم النصر أو الشهادة، القادرة على حسم المعارك عبر التاريخ، القوة الضاربة لقواتنا البرية. تطوي أرض الاحتفال مجموعة من دبابات القتال M1A1 إبرامز بمهمة تطوير الهجوم في العمق والقيام بالهجمات والضربات المضادة. قوات الدفاع الجوي، حماة السماء، تتقدم مجموعة من معدات الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة من البيتشورا والشبرال والأفنجر لتأمين سماء المعركة بمهمة توفير التغطية بالصواريخ عن التجميع الرئيسي للقوات. سلاح الحرب الإلكترونية وسلاح الإشارة، عصب المعركة. تظهر مجموعة من المحطات الإشارية ومنها الاتصال بالأقمار الصناعية OTB بمهمة توفير القنوات الإشارية المختلفة للقوات ومعدات الحرب الإلكترونية بمهمة تنفيذ الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية وتحقيق السيطرة الكاملة على المجال الكهرومغناطيسي براً وبحراً وجواً.